عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي متتبعي قناة أول خوا، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. اليوم سنتحدث عن موضوع القانون الجديد، القانون المطروح في يوتيوب، قانون الأطفال. إذا بكل بساطة وبعجالة سندخل لنتحدث بالتفصيل عن الموضوع. نضغط على صورة قناتنا، بعدها نذهب إلى الإعدادات نضغط عليها، بعدها نذهب مباشرة إلى حالة القناة وميزاتها نضغط عليها. ثم كما شاهدنا في فيديوهات سابقة تحدثنا عن حالة إرشادات المنتدى وعن يعني كل هذه الأمور شرحناها، نذهب مباشرة إلى العودة إلى استوديو يوتيوب لندخل إلى منشئ المحتوى. يعني عندما نصل إلى هذه الصفحة نجد هنا، ستجدون إن لم تكونوا اخترتم الجواب عن قانون الأطفال من قبل، ستجدون في هذا المكان عندكم هذا الاقتراح من اليوتيوب، يعني يريد معرفة رأيكم واقتراحاتكم لتحسين المنصة. وستجدون هنا رقم 2 1 و 2، يعني تضغطون على سهم في هذا المكان ويعطيكم الدخول إلى الجواب عن مسألة قانون الأطفال. إذا نحن لنذهب مباشرة إلى هذا الموضوع متعلق بالقانون، نذهب إلى الإعدادات هنا، بعدها نذهب إلى القناة، يعني في هذا المكان الإعدادات العامة، يعني تختارون العملة، هنا تغيرون عملة من الدولار إلى الدرهم لكي يظهر عندكم يعني الأرباح بالدرهم المغربي. نذهب مباشرة إلى القناة، بعدها نذهب إلى الإعدادات المتقدمة هنا، وهنا ستجدون هل تريدون تصنيف قناتك على أنها مخصصة للأطفال. يعني لكي تفهموا يا إخواني أخوات، في العديد من القنوات تحدث عن الموضوع، فعندما تضغط على نعم أريد تصنيف هذه القناة على أنها مخصصة للأطفال، تجدون هنا إشعار يقول لكم لا يمكن استخدام ميزات مثل الإشعارات والإعلانات المخصصة في القنوات المخصصة للأطفال. وعند تصنيف الفيديوهات على أنها مخصصة للأطفال تزيد فرصة اقتراحها في فيديوهات أخرى خاصة بالأطفال. يعني هنا عندما تقترحون أن محتواكم، ولو كنتم تعملون على محتوى الأطفال، عندما تأخذون هذا وتضغطون على هذا الجواب الأول، يعني أن قناتكم مخصصة للأطفال، فأنتم لن تستفيدوا من الإشعارات، يعني والإشعارات ولن تكون الإشعارات يعني لنوتيفيكاسيون ستقل، وكذلك التعليق ستصبح ستراجع بكثافة، وحتى محتواكم محتوى القناة سيراجع بكثافة يا إخواني أخوات. يعني هنالك صعوبات سيجدونها أصحاب قنوات الأطفال، صعوبات كثيرة، ويمكن أن وسيلاحظون يعني أن الأرباح قلت لأن الإشهار منعدم. بالنسبة إلي أنا في قناتي سأختار لا أريد تصنيف هذه القناة على أنها غير مخصصة للأطفال، فأنا لا أحمل مطلقا أي محتوى مخصص لهم كما يكتبون لنا. يعني أنا قناتي لا أحمل فيها أي محتوى للأطفال، وبالتالي سأضغط على حفظ بعد اختيار الجواب، وهكذا سيكون الجواب محفوظا دائما. هنالك يا إخواني أخوات لكي نتطرق إلى آخر جواب هذا، أريد مراجعة هذا الإعداد لكل فيديو على حدة. يعني هنا أنت ستختار عندما تطرح الفيديو أو في طور طرح الفيديو، يمكنك أن تذهب الإعدادات المتقدمة للفيديو، وستجد يعني خانة متعلقة بهذا القانون، قانون الأطفال. هل الفيديو الذي ستطرحه متعلق بالأطفال أم لا؟ يعني عندما ستختار أنه متعلق بالأطفال ستدخل في المراجعة الدقيقة، وسيحذف منه الإشهار. ولو أن الفيديو لا يتعلق بالأطفال سيدخل عادي، يعني بشكل عادي إلى الجمهور. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، وأتمنى لكم التوفيق. خوا خوا ما بينتنا عداوة، أعانكم الله.